تحلل من عمرته بعدما طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج، ماذا يلزمه؟ جزاك الله. الظاهر لأنه باق على تمتعه، ولكنه يلزمه لترك الحلق أو التقصير يلزمه فدية بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية، فإذا كان موسرا قادرا وجب عليه أن يذبح فدية في مكة توزع كلها على الفقراء، وإن لم يكن قادرا فلا شيء عليه. أما النسك فهو تمتع، لأن هذه هي نيته. نعم.